ولو تعرفنا اكتر عن المسابقه وشروطها. صباح الخير استاذ هدير، صباح الخير على المشاهدين، في صباح الخير يا مصر. فهي مسابقه اصنع كتاب الالكتروني، واحده من المسابقات العلميه اللي المركز القومي لثقافه الطفل التابع للمجلس الاعلى للثقافه برئاسه الصديق العزيز الدكتور هشام عزمي بيعملها سنويا، ودي الدوره اعتقد العاشره. وايضا في نفس الوقت بنعمل مسابقه ثانيه اسمها المخترع الصغير. هي دي من المسابقات الالكترونيه او العلميه اللي المركز بينشرها وبيوزعها على مستوى مصر كلها. هي المسابقه مفتوحه السن من سن 6 سنوات، او لو قبل كده يقدر يعمل يتفضل مفيش مشكله، لغايه 18 سنه. بيحول اي قصه، اي فكره، اي حاجه موجوده عنده من نص مكتوب ورقي الى نص الكتروني. ده الفكره الاساسيه بتاعتنا يعني.